السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. بقى إحنا داخلين على نص رمضان أهو، نبدأ بقى نعمل الكحك كده. أنا قلت أعمله بدري شوية عشان خاطر اللي عاوز يعني يشوف الوصفة. إن شاء الله النهاردة المقادير بتاعتي مقادير كيلو، معانا كيلو دقيق، كل جميع الأغراض أهو. يعني لو ما فيش اللي هو الدقيق اللي هو بتاع الكحك والبسكوت، مخصوص للكحك والبسكوت، دي جميع كل الاغراض دوت حلوة قوي على فكرة، انا بشتغل بيه على طول. ومعانا هنا هو 600 جرام زبدة، دي زبدة صفرة نيوزيلندي وانا مسيحاها، بس هي كانت في الثلاجة فانا ايه شلتها كده، ريحتها في منتهى الروعة، بتبقى في الحلويات حلوة قوي، انصح بيها يعني. ويا ريت اللي مش هيستخدم زبدة بلدي او نيوزيلندي، يا ريت بلاش نجيب ريحة سمنة، بلاش نحط ريحة سمنة، حتى لو هنستخدم سمن نباتي بلاش ريحة السمنة، لانها بتبقى بتدي تخزيزة بعد يومين ثلاثة من عمل الكحك، بتدي طعم صعب قوي للكحك. يبقى دلوقتي معانا كيلو دقيق، 600 جرام سمنة، معانا نص كوباية سكر بودرة، معايا 3 معالق كبار سمسم، معانا هنا معلقة كبيرة خميرة ممسوحة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معانا هنا ملبن، معانا عجوة، معايا مكسرات عشان خاطر نحطها على الملبن. في ناس بتعمله بالعجمية، بس انا بصراحة ولادي مش بيحبوا العجمية عشان بتحط عليها قرفة، وماما ما بيحبوش يعني القرفة في كل الاكل. معايا هنا بقى المحلب، اوريه لحضراتكم اهو. انا عايزة اوريكم بس حاجة، المحلب الاصلي، عشان المحلب فيه منه نوعين بقى دلوقتي اللي انا اكتشفته، في نوع عامل زي بذر المشمش الصغير وفي نوع الاصلي. ده كده يا جماعة المحلب الاصلي اللي هو الحباية بتاعته قد حبة القمح، يبقى المحلب الاصلي بتاعنا الحباية بتاعته قد حباية القمح كده، انما اللي بتبقى كبيرة شوية وبيبقى لونها غامق حتى لما بنطحنها بيبقى لونها عامل زي لون السكر البني، دي كده مش المحلب الاصلي، ده بيدي مرارة للوصفات بتاعتنا وطعمه مش حلو. معايا هنا رشة ملح، ومعانا هنا ريحة جوز هند علشان ريحة موارد ماء ورد، زيت او زيت ورد عشان خاطر ناخد منه نقطتين كده بس للعجوة، كوباية حليب كبيرة كاملة الدسم. ومعانا بقى هنا كده ايه الادوات بتاعتنا، يعني هنا كده كل الاشكال بتاعت القوالب بتاعت الكحك، ومعايا بتاعت المعمول، ومعايا المناقيش اهو، منقاش صغير منقاش كبير، ومعايا البصامة. ان شاء الله كده باذن الله هنعمل الوصفة دي مع بعض ان شاء الله، وباذن الله تعجبكم. دي طريقة الكحك دي يا جماعة انا ما غيرتهاش من سنين، يعني من زمن الزمن وانا بعمل الكحك بنفس الطريقة. هنطحن بقى المحلب مع بعض ونبدأ ننخل الدقيق ونشتغل مع بعض. بص حبايب قلبي، السمنه بتاعتي انا فضيتها في حله، هفككها على النار، مش هسيحها، خليها سخنه يا دوبك بس تتفكك، وهاخد منها علشان خاطر اعمل العجوه بتاعتي، هحط على العجوه شويه سمسم وهقطعها وهدعكها بيها علشان خاطر تبقى طريه وتبقى حلوه وناعمه في قلب الكحك بتاعي، ما تبقاش جامده كده. ما ينفعش العجوه دي، عجوه انا جايباها من سوبر ماركت نظيف يعني، مطحونه ومعموله جاهزه. يعني في بعض انواع العجوه بتبقى فيها زي رمل كده، يعني يستحسن لو ما مش لاقي عجوه نظيفه يا ريت تجيبي البلح وتفرميه حضرتك. انا دلوقتي نخلت الدقيق بتاعي وهسيح السمنه وهعمل اللهم صل على النبي، العجوه والملبن هحط عليهم معلقتين سمنه بس، السمسم العجوه هحط عليها معلقتين سمسم والملبن هنحط عليه المكسرات. ورجعت معاك حبايبي، دلوقتي معايا الطاسه بتاعتنا اهي، هنحط لها معلقه زبده، هنحطها على النار، هنشوح فيها شويه من المكسرات بتاعتنا اللي احنا هنحطها على الملبن بالشكل ده كده اهي. التشويحه دي بتديها طعم حلو قوي، بتخلي طعم المكسرات ظاهر قوي في قلب الملبن، بيطلع كل النكهات اللي فيه. هننزل بالملبن بتاعنا عليها، انا قطعته، وهنهدي النار بقى
الطريقة دي يا جماعة يعني شبيهة قوي بطريقة العجمية، يعني هي أقرب طريقة للعجمية أهي. هنفضل نفكك فيها كده لغاية ما تبقى كلها كتلة واحدة أهي. لو محتاجة معلقة سمنة كمان نحط لها معلقة صغيرة كده. السمنة دي يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم دي زبدة نيوزيلندي، أنا مفيحاها وعاملاها عشان خاطر الكحك والبسكوت، هي بصراحة أكتر حاجة بتدي نتيجة حلوة قوي. احنا كده ممكن نقفل النار، مش قادرة أقول لكم بقى الريحة عاملة إزاي. أهو هنفضل ندعك فيها كده لغاية ما كلها تبقى قطعة واحدة، وهوريها لحضراتكم عشان نعمل كمان العجوة. رجعت معاك حبايبي عشان نعمل العجوة كمان، وأوري حضراتكم بقى العجوة بتعمل إزاي. برضو هنحط معلقة سمنة في قلب الطاسة بتاعتنا ونسخنها، وهننزل عليها بشوية سمسم صغيرين كده مش كتير قوي يعني، وانا مقطع العجوة معايا اهي، هقطعها قطع صغيرة عشان خاطر تلم معايا بسرعة. بالراحة بقى واحدة واحدة كده عشان خاطر لسعة السمنة بتبقى صعبة قوي. نهدي النار عليها. اهي هتبتدي تطرى معايا زيها زي الملبن، وهنعمل لهم بقى كور صغيرة عشان حشو الكحك ونرجع تاني. نسيت اقول لحضراتكم بس انا معايا زيت ورد، هنحط نقطة واحدة كده بس كده، نقطة واحدة بس عشان تدي طعم كويس، وهنقلب كل المكونات مع بعض. ورجعت معاك حبايب قلبي، انا معايا دلوقتي شوية لبن بودرة، انا بحب احط له لبن بودرة بيبقى ليه طعم حلو قوي، وبحب كمان اللبن اللي انا بحطه عليه يكون لبن مركز. معايا السمسم هنسمي الله كده ونحطه، معانا سكر البودر، المحلب بتاعنا هو لما طحناه، بصوا يا جماعه بيبقى لونه عامل ازاي، لون الجنزبيل لو لونه اغمق من كده ده ما بيكونش السكر الاصلي. معايا الخميره والبيكنج باودر، معايا رشه الملح، رشه ملح بس اللي هي سنه رشه صغيره كده يعني اهي. هنقلب بقى كل المكونات دي معانا، نسمي الله كده ونقلبها. معانا السمنه زي ما قلت لحضراتكم انا فككتها، بس هنسمي الله كده وننزل بيها. بسم الله انا بحط، انا يعني انا قلت لكم المقادير بتاعت السمنه، بس انا يا جماعه بحط شويه سمنه زياده علشان خاطر انا بحبه ناعم، بحب احط كده بالبركه يعني بمعنى صح. بس انا قلت لكم على المقادير الثابته بتاعته، انا طول عمري انا اول مره اوزن سمنه للكحك، طول عمري بعمله كده بالبركه زي ما تيجي تيجي يعني، يعني بسيح سمنه بتاعت اللي انا ببقى مسيحاها بفككها واشتغل كده على طول. سمي الله بقى كده ونبدا بقى نغلف كل الدقيق اللي معانا، نغلفه بالزبده ما نخليش باين له اي حاجه، نبسه يعني كده بالبلدي زي ما بيقولوا. ممكن بقى لو حضرتك تعبانه ومش قادره تبسي الكحك بتاعنا اهو، ممكن تحطي السمن عليه ومن غير ما تحطي الخميره، وتغطي عليه وتسيبيه حوالي مثلا 3 4 ساعات، السمن هتخش في الدقيق كويس وهتبقى حلوه. بصوا يا جماعه نمسكه ونعمل كده بين ايدينا كده اهو، الخطوه دي مهمه قوي 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 ان احنا نبسه كده بين ايدينا اهو. وريه بس للكاميرا اهو، بصوا يا جماعه اهو نفركه كده بين ايدينا، احنا كده بندخل السمنه فيه كويس قوي عشان بس ما اخدش من وقتكم، عشان لسه اوريكم وهو وانا بعمله يعني بقطعه. هنخلص ونرجع تاني. ورجعت لكم حبايب قلبي زي ما احنا شايفين، بصوا
الكحك بتاعنا اهو، من قبل ما نحط اللبن ومن قبل ما نحط اي حاجة عليه. بسم الله ما شاء الله اهو، ان شاء الله هنحط له اللبن بقى مع بعض. طب بس هلم العجينة وارجع لكم تاني عشان الوقت، واقول لكم خدت لبن قد ايه بالظبط. ورجعت معاكم حبايب قلبي اهو، احنا خلصنا الكحك بتاعنا خلاص الحمد لله اهو. بصوا زي ما انتم بقى شايفين كده، انا نقلته في طبق صغير عشان ايه، كنت بعجنه بس في الطبق الكبير. بصوا حبايب قلبي العجينة بتاعتنا بصوا عاملة ازاي، جميلة ازاي، زي الملبن ازاي. دي كده ان شاء الله عجينة ناجحة. بصوا بقى يا جماعة الكحك، عشان ما تقعوش في الموضوع دوت، الكحك بتاعنا مهما هنديله لبن ومهما هنديله ميه، اي سوائل هياخدها. احنا نعرف معيارنا ايه، احنا المعيار بتاعنا اخد 600 كيلو دقيق، اخد 600 جرام سمنه، اخد اللهم صل على سيدنا محمد كوبايه الا ربع، تلتين كوبايه لبن حليب يعني، اخد 3 معالق سمسم، معلقه خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، معلقه صغيره محلب. بس دي كده مقادير الكحك بتاعنا، هي دي كده مقادير الكحك يعني الناجحه بتاعتنا. يطلع بقى ان شاء الله كده كحك دايب باذن الله. بصوا بقى عجينته بتبقى مفروكه شويه، ما بتبقاش عجينه زي عجينه العيش وزي عجينه البيتزا والحاجات دي، ما بنعجنهاش، احنا يدوبك بنلمها باللبن وبس على كده اهي. احنا بقى مش هنسيبها تخمر، احنا هنسيبها بس ترتاح 10 دقايق، 10 دقايق بس، عشان احنا عايزين نشتغل فيه قبل ما يخمر. تمام، هنغطيه كده وهنسيبه، وهنجيب بقى الملبن بتاعنا اهو برد شويه، نشوف كده احنا عايزين حجم الكوره بتاعتنا قد ايه، ونعملها اهو كده تبقى على قد الكحكايه اهي، ونفس الشكل برضو العجوه بتاعتنا اهي اهي زي ما حضراتكم شايفين كده. انا ليه دعكتها على النار، في ناس بتعملها على البارد، بس على البارد ما بتشربش السمنه بتاعتها، وبترجع برضو اكنها ناشفه بالظبط، اكنها معموله من غير سمنه. تمام، يبقى دلوقتي كده احنا هنعمل الملبن وهنعمل العجوه بتاعتنا، ام سمسم وزبده، والملبن ابو مكسرات وزبده برضو، ونرجع لكم بقى عشان نشتغل مع بعض. بص حبايب قلبي انا حاطه نقطه زيت في الصاج صغيره قد ايه اهي، يا دوبك همسح بس الصاج بيها كده، مش هعمل اي حاجه تاني، مش هحط حاجه اكتر من كده دي خاطر بس ايه، هو كده كده ان شاء الله مفيش حاجه هتلزق. هنسمي الله بقى كده، وهناخد قطعة عجينه اهي. انتوا بقى كل واحد بيتحكم في حجم الكحكايه على قد ما هو عاوز اهي. نفتحها بقى كده، عايزين نعملها بالبصامة ومفيش مشكلة نعملها بالقوالب دي، مفيش مشكلة زي ما احنا عاوزين. انا هوريكو كده وهوريكو كده اهي، احنا هنخليها مدورة كده عشان نقفلها. احنا برضو مبنسيبهوش يخمر مدة طويلة علشان خاطر الرسمة بتاعتنا او الشكل بتاعه ما يروحش اهو. ناخد كورة كده من الملبن ونحطها، متخافوش يا جماعة حتى لو هي فتحت كده معاكم، نلمها بإيدينا عشان احنا مش عايزين نحط سوائل كتير علشان خاطر ما ينشفش مننا، لان هو كل ما هنديله سوائل هياخدها، مش هيقول لأ أيوة. اهو ناخد حتة كده نحط فيها بقى العجوة اهي، ونقفل عليها اهي بالشكل ده كده. عايزه اوري حضراتكم حاجه، احنا معانا البصمه بتاعتنا اهي، هنسمي الله كده اهو، ونبصم بيها اهي بالشكل ده كده اهو. المنظر ده
ممكن نعمل بأشكال تانية. ناخد برضو واحدة كده بالعجوة ونقفل عليها. بالمنقاش بتاعنا نبدأ ننقشها بكده اهو. اهي بالشكل ده كده زي ما احنا عاوزين، يعني الشكل اللي احنا نحبه. هنعمل بقى معاكم ده وده، هنخلص بس عشان خاطر الوقت ما اطولش عليكم، واوريكم الشكل النهائي وعامل ازاي. ورجعت معاكم حبايب قلبي بعد ما خلصت الكحك بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، بصوا شايفين النقشه بتاعته جميله ازاي. انا بصراحه لقيت احلى نقشه اللي هي معموله بالمنقاش، ما عجبتنيش بصراحه اللي هي معموله بالبصامه دي. وهنا عملت شويه بالملبن، عملتهم كده على شكل ورقه شجره، شكل جديد يعني، تغيير شويه، تغيير عن الكحك المدور. ان شاء الله تجربوه باذن الله وينول على اعجابكم. انا كده هسيبهم يخمروا نص ساعه، انا مش عايزاهم يخمروا وينفشوا قوي والرسمه بتاعتهم تضيع. هنسيبهم نص ساعه ان شاء الله، وبعد كده هندخلهم في الفرن على فرن حامي على الرف، الشبكه اللي في النص على درجه 200، يعني نخليه على 250 يسخن قوي، وبعد كده ننزله يعني على 200 كده، 220 بالكتير قوي يعني. ان شاء الله اما اسويه باذن الله ارجع لكم. دلوقتي حبايب قلبي انا خلصت الكحك اهو، بسم الله ما شاء الله، مش قادره اقول لكم شكله عامل ازاي وريحته عامله ازاي. الرسمه بتاعته زي ما هي، هي النقشه بتاعته، بص التسويه بتاعته دي العجوه بس خارجه من العجينه اهو، ودوت اللي هو معمول بالملبن، بص التسويه بتاعته جميله قوي ازاي، والله كاميرا ظلمه. هنشوف بقى دلوقتي كده مع بعض. احنا طبعا مش هنرش عليه كله سمسم سكر، علشان خاطر انا بحب ان انا ارش السكر قبل الاكل على طول، علشان الكحك ما يشربش السكر ويبقى ليه شكل كده يعني. بعدين الميزة بقى بتاعت الرسمة دي، النقشة دي يعني، ان هي بتخليكي الكحكاية بتاعتك تشرب سكر كويس اهو. عايزه بقى اوري حضراتكم حاجه اهو، ما شاء الله عليه ريحته، والله العظيم ريحته في منتهى الروعه بجد، والله مش قادره اوصف لكم ريحته عامله ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا مش متحمل ازاي، بصوا بصوا النعومه بتاعته، حاجه والله فوق الوصف، وطعمه في منتهى المنتهى الروعه اهو. نفتح واحدة دلوقتي كده بالعجوة، خليها من المسكر دي اهي. بصوا يا جماعة، بصوا المنظر بتاعها، كحكاية مش مكتومة، مفرغة من جوه، العجوة نفخاها، ريحة بقى وطعم في منتهى الروعة. ان شاء الله بإذن الله يعني تجربوه بالطريقة بتاعتي بإذن الله ويعجبكم. وان شاء الله كده لو الوصفة بتاعتي عجبتكم النهاردة ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه باذن الله. انا بادئه اهو بدري يعني، انا عاده كنت بعمل الكحك والبسكوت في اخر 5 ايام في رمضان، فانا عم بدات فيه بدري اهو من نص رمضان، علشان خاطر حضراتكم باذن الله ايه اللي يلحق يعني الوصفه تعجبه الطريقه بتاعتها يبدا يشتغل فيه يعني من دلوقتي. اشوفكم على خير ان شاء الله. بعد كده هنعمل بقى البيتي فور، ونعمل اللي هو البوريك بالعجوه والقرقيش، وهنعمل الغريبة والبسكوت، وهنعمل كل حاجة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعوض عليكم بألف خير يا رب ان شاء الله. وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.